عقد مجلس الشورى جلسته السادسه من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث برئاسه معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث وافق المجلس على عدد من المشاريع بقوانين المدرجه على جدول اعمال الجلسه. تفاصيل اوفى في سياق التقرير التالي. الموافقات كانت سيده الموقف في جلسه مجلس الشورى السادسه. فقد مرر المجلس ثلاثة مشاريع بقوانين على الرغم من النقاشات والمداولات الطويلة بين الأعضاء والتي حملت تباينا في بعض وجهات النظر فقد وافق المجلس على التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة السادسة عشرة من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة والمعنية بتحصيل الرسوم حيث وافق المجلس على نص القانون كما ورد تماما من الحكومة قانون مهم ولابد أن تضع في ضوابط السلامة بالنسبة لمشغلين ولا مزودين هذه السفن هذه النوعية من السفن وأخذ ترى القانون يعني لاهميته وقت كثير في النقاش واجتمعنا مع الأخوان في خفر السواحر وزارة الداخلة واجتمعنا مع المعنيين وكان رأي اللجنة في المادة 16 أن لابد وضع ضوابط أو سقف يعني لتحديد هذه الرسوم حسب مواد الدستور الشوريون وافقوا ايضا على تقرير لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقيه العربيه لمكافحه الجريمه المنظمه عبر الحدود الوطنيه وجود هذا الاتفاق والتعاون والتنسيق والدعم المعلوماتي الفني التبادل بين الدول العربية يجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها في مسألة الجرائم اللي تكون منظمة وترتكب من عدة أشخاص يستهدفون يعني القيام بمثل هذه الجرائم. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة قانون الأندية والاتحادات والجمعيات قانون مهم جدا مهم لأنه هو يعطي فرص لفئات كثيرة أنها تكون أعضاء في الجمعيات في مجالس إدارة إدارتها وبعدين هي تعطي ان طاقات ان الطاقات الموجوده تركز على تخصصات خاصه يعني مستقله ما تكون الطاقات متشتته بين عده جمعيات وعده مجالس اداره المجلس مرر ايضا تقرير لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقيه العربيه لنقل نزلاء المؤسسات العقابيه والاصلاحيه في اطار تنفيذ الاحكام الجزائيه وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية سار البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين